احد الطرق حتى اتعامل مع هذول اني استعمل الفوريير سيريز. الفوريير سيريز هي طريقه حتى احلل بيريوديك ويف فورمز. اول شيء ايش يعني بيريوديك؟ ايش يعني شيء بيريوديك؟ بيريوديك بالعربي دوري، يعني شيء بكرر نفسه باستمرار، نفس الويف فورم تتكرر. يعني لو اخذت مثلا ويف فورم زي هاي الويف فورم مثلا، هذه بيريوديك ويف فورم شكلها عجيب صحيح، لكنها بيريوديك ويف فورم. وين البيريود تبعتها؟ هي مثلا من زيرو كروسنج لزيرو كروسنج، هاي عندي بيريود، هاي عندي كمان بيريود، هاي كمان بيريود. الشكل هذا عماله بتكرر نفسه، اذا هاي بيريوديك ويف فورم. اي بيريوديك ويف فورم ممكن امثلها، وهي مش ساينوسويدال طبعا، واضح انه هاي مش ساينوسويدال. حسب الفوريير سيريز بامكاني احللها لمجموعه ساينوسويدز لهم فريكونسيز من مساويه ومضاعفات هاي الفريكونسي. يعني خلينا نطلع على وين البيريود تبعت هاي. هاي البيريود مش هيك؟ هاي البيريود تبعتها هي تي، ونفس الشيء هون هاي نفسها كمان هون، هذه تي وهاي البيريود تبعتها تي، وعم تتكرر نفسها. قديش الفريكونسي تبعتها؟ 1 على تي. اذا الفريكونسي تبعتها بتساوي 1 على تي. ايش وحدة تي؟ سكندز. ايش وحدة اف؟ ريفولوشنز بير سكند. نعم صرفه، بس مش بعد القاعده لازم تكون تي تنتهي. نعم من عند صحيح، احسنت كويس، صح كلامك. البيريود لا صحيح، نفس الشيء هذه من زيرو كروسنج لزيرو كروسنج صحيحين، وبعدين هذه بدنا نكمل فيها هون، وهي لازم تكمل صحيح. هاي هي صحيح، شكرا. اذا هون عندي هاي تي، واحد على تي هي الهرتز. بعدين كمان ممكن استعمل الفريكونسي اللي هي اوميجا. ايش وحده اوميجا؟ 2 باي رادياس بير سكند. شو بتساوي بالنسبه لاف؟ 2 باي. هلا هاي الفريكونسي، هاي الويف فورم بامكاني احللها لمجموعه ساينوسويدز. الساينوسويدز هذول راح يكون لهم الفريكونسي نفسها ضعف الفريكونسي، ثلاث اضعاف الفريكونسي، اربع اضعاف الفريكونسي، بس كلهم ايش راح يكونوا؟ ساينوسويدز. يعني هذه الويف فورم اللي موجوده هون اللي هي اف، نسميها اف اوف اوميجا تي، هاي ممكن احللها الى اي 1 ساين اوميجا تي زائد اي 2 ساين 2 اوميجا تي زائد اي 3 ساين 3 اوميجا تي زائد اي 1 كوساين اوميجا تي زائد اي 2 كوساين 2 اوميجا تي زائد اي 3 كوساين 3 اوميجا تي زائد اي نوت. اي نوت اللي هي الافرج تبعها، هاي الافرج تبعها زيرو من النظر، بالنظر لا الافرج تبعها مش زيرو. لاحظوا ليش؟ لانه اللي فوق الزيرو اكبر من اللي تحت الزيرو، اذا كمان فيها افرج دي سي فاليو مضبوط تقريبا هو هذا الدي سي فاليو هو اي زيرو. اذا لاحظوا اللي على يمين الايكوال ساين هذا كله شو مساوي؟ اللي على شمال الايكوال ساين، يعني هذه الويف فورم حللتها لايش؟ حللتها لهدول الساينوسويدز اللي موجودين هون. قديش الفريكونسي تبعتهم؟ هاي الفريكونسي تبعتها ايش؟ اوميجا او اف اذا بدك اوميجا بالراديانس بير سكند. هاي ايش الفريكونسي تبعتها؟ لا الفريكونسي تبعتها هي اوميجا، يعني عم تتكرر. يعني ايش يعني لما بقول ساين اوميجا تي؟ يعني عندي ساينوسويدال ويف فورم، قديش الفريكونسي تبعتها؟ اوميجا. هاي قديش الفريكونسي تبعتها؟ 2 اوميجا. هاي ايش الفريكونسي تبعتها؟ 3 اوميجا. اوميجا 2 اوميجا 3 اوميجا 4 اوميجا 5 اوميجا. اذا بس هذول كلهم ايش؟ ساينوسويدز. طبعا عندي ساين وكوساين، ايش الفرق بين الساين والكوساين؟ الوحيد الفرق الوحيد انهم شيفتد باي 90 ديجريز. اذا واخر كمان عندي هون في لها افرج، اذا في لها افرج بدي اعبر عن هذا الافرج، لانه قديش الافرج تبع الساين؟ الافرج تبع ساين ويف فورم زيرو. زيرو. والافرج لكوساين ويف فورم واحد. لا الافرج زيرو. الافرج على 2 باي لو اخذت انا ساينوسويدال ويف فورم قديش هذه الافرج تبعها؟ زيرو.
قديش عم بتقضي فوق الزيرو وتحت الزيرو مش فترات متساوية؟ اذا الافرج تبعها زيرو، اذا الافرج لساين ويف فورم زيرو والافرج لكوساين ويف فورم زيرو. اذا هدول ما بينفعوا انهم يمثلوا لي الشيفت هذا اللي موجود هون، مش في هون افرج فوق الزيرو؟ هذا وين بمثله؟ اذا اي دي سي قديش الفريكونسي تبعت الدي سي؟ كانها زيرو. اذا الدي سي هون اللي موجود هون الشيفت في الويف فورم هون بعبر عنه بالاي زيرو. بعدين عندي هدول هم الهارمونكس، بنسميهم هارمونكس لانهم الفريكونسي لهم فريكونسي من مضاعفات الفريكونسي الاصليه. اللي منكم بيعرف الموسيقى مش في عندنا هارمونكس؟ هارمونكس اللي هي مضاعفات الفريكونسي الاصليه. اذا هاي عندي مساوي للفريكونسي الاصليه ضعفها، ثلاث اضعافها، اربع اضعافها. اذا انا حولت النون لينير سيجنال هاي لايش؟ لمجموعه من ايش؟ سينوسويدز. حولت السيجنال هاي لمجموعه من السينوسويدز. قبل ما نعرف كيف نطلع الـ A1 و A2 و A3 المهم انه نفهم شو اللي عملناه. يعني هذه رح تصير الان عباره عن مجموعه من هذول السينوسويدز زائد الدي سي شيفت اللي موجود في هاي السيجنال. هذا الاناليسيس اسمه فورير اناليسيس. هذول طبعا بجمعهم جمع بعدين بجمع كل واحده من هذول جمع بعطوني السيجنال الاصليه اللي موجوده هون. يعني لو رسمت كل واحده من هذول وجمعتهم بعدين رح يرجع لي السيجنال الاصليه اللي موجوده. ماشي واضحه هاي؟